كنشكر صاحب الجلاله التفاته ديالو، ولا سيما انه جات في واحد الظرفيه اللي عبر فيها صاحب الجلاله انه لا يؤمن بما يقال عن الحراك في الحسيمه انه انفصالي. هذا هو المهم عندنا حنايا. فالخروج ديال السيليا عند رمز وهو انه صاحب الجلاله لا يؤمن بالاطروحه اللي بغات تفرض عليه بكيفه تليسيا. انا كنعتبرها مؤامره، ولكن صاحب الجلاله رد الفعل ديالو كان واضح، لا يؤمن بهذه الاطروحه ديال الانفصال. هذا هو المهم في هذا الشيء. اما واحد هي بدايه رقم هي بداية رقم لا نهاية له، فهمتي؟ واحد هو رقم هي بداية رقم لا نهاية له. إذا كتوقعوا مثلا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة كنتوقع 20 غوشت، علاش لا؟ كنتوقع في عيد الأضحى، كنتوقع في كل مرة، كنتوقع غدا في الصباح، علاش لا؟ ما نعرف. المهم الباب ديال الأف مفتوح. اما انا اللي كنعرف من العلويين انه لو كانوا كيامنوا بانه الحراك انفصالي ما يعطيهمش العفو، لان الدستور كيفرض على صاحب الجلاله ضمان الوحده الترابيه، هو الضامن الوحده الترابيه، فمن اللي عطى العفو دستوريا معناه انه لا يربط هذا الملف مع الانفصال الذي كانوا كيغنيو به